ده بالفعل اشهر، ده واقع، اشهر تيك توكر موجود. ليه سويسي بيرفض التربح من التيك توك ابويا هيزعل، من خلال البث المباشر وما الى ذلك يعني؟ ابويا هيزعل وانا هزعل، لان الحرام. بص انا لك حاجه حلوه، انا اديك مثال بسيط. انا دلوقتي ممكن مثلا، والله العظيم ده حصل معايا، انا مثلا ممكن اخد فلوس على فيديوهات 10 15 يورو على الفيديوهات اللي انا لسه بقول لك 20 يورو 25 يورو، انت في ايطاليا عارف الربح. والله العظيم بتيجي حاجه تانيه بتاخدهم، قسمت بالله ما بي... يعني علبتين سجاير بتاخدهم، يعني تليفون يتكسر بتاخدهم، يعني ما فيهاش بركه. السهل، الحاجه اللي بتيجي سهل بتروح سهل، خدها قاعده. يعني اقول لك حاجه حلوه، انا دلوقتي تعبان في ال 50 60 يورو بال 70 يورو اللي انا شغال فيهم، قبل ما اصرفها يعني اعرف انا احطها في ايه. انما تصدقني ان انت بيجي لك الحاجه سهل فبتضيع على الفاضي، وحرام. حد عارف يعني ايه حرام بمعنى اصح؟ ما انتش تعبان فيها، الله اعلم. انا مش مفتي جمهوريه، بس انا ابويا اصلا من كلنا بنقول كده، حرام، حاجه حرام. طيب السويسي بيتهم من خلال فيديوهاته انه بيقول نصف الحقائق، ونصف الحقيقة يعني في مقولة مشهورة بتقول انه نصف الحقيقة هي كذبة كاملة. على سبيل المثال زي الـ ازاي ب 10 يورو تقدر تعيش اقول لك على بيها، حاجه حلوه ازاي شقة تاخدها يا ب 80 عم، يورو بس استنى بس وما الى كده، ما انا ذلك. فيديوهاتي كلها بتوضح. لا فينا انت ممكن تعيش ب 5 يورو كمان. انا بكلمك عن واحد عن نفسي، انا ماليش دعوه بيك، تمام، انا ماليش دعوه باي حد يا جدعان اللي بيخرج يسر بتاع يسر. اقول لك حاجه حلوه، انا الناس وانت اللي هنا بتعبر عن نفسك. والناس اللي شغاله في لافاجوات او تلافاجو، انت عارف شغل اوتو لافاجو بياخد 35 يورو في اليوم، بيبعتوا العلوم ازاي 500 600 جنيه اخر الشهر. الناس اللي شغاله في محلات الخضار 18 ساعه في اليوم مع اخواتنا مع بعض مصريين بياخدوا طب هو 300 جنيه في علشان اليوم. يعمل كده بيعيش ازاي؟ ما هو ما انا بعيش، لازم نذكر. استنى اذكرك بذكر ازاي. هو انا دلوقتي راجل قاعد هنا اهو، دلوقتي جبت لي شويه سبيزه من السوبر ماركت، شويه مكرونات، شويه زيت ب 20 يورو 25 يورو. هتروح تجيب لك زيت، الزيت مع 5 اكياس مكرونه مع علبتين بيض مع حاجات، وقوم رايح عند الجزار ب 25 يورو وبال 30 يورو الثانيه. انا ما بتكلمش على ان واحد بيشرب سجاير، انا بتكلم على الاكل والشرب عشان تمام، الناس تبقى فاهمه، فاهم؟ وما بتكلمش عن نفسي، انا بصرف 1800 جنيه يا جدعان، انا معايا عيله، فاكر لكم على بعض عيله قبل كده. وانا دلوقتي لما اروح اعمل حاجه، اروح اجيب لي مثلا فرختين اتنين مع نص كيلو لحمه مفرومه، اصرف كمان 25 جنيه، واكل فطاري واعمل لي سندوتشين اتنين الصبح، اسقي شويه بسكوت الصبح مش هصرفهم، واشرب كل واحد قهوه، هتاكل وهتشرب وتشرب حلو. انا كنت واحد من الناس، كنت قاعد في سكن في روما، كنت بدفع 25 يورو سبيزه، 25 يورو سبيزه في الاسبوع، بصحى الصبح اقوم حاطط لي شويه لبن مسكرهم، باكل بسكوتين اتنين واشرب واحد قهوه بره. فانا ما بكذبش، انا بقول الحقيقه. طب والسكن؟ السكن 150 يورو كنت بدفع في مستريت. انا كم واحد في الشهر؟ كنا قاعدين سبعه، سبعة في روما ارتكانات بتوصل ل 600 يورو للايجار، 700 يورو للايجار، وفي تجاره يعني في ناس بتاخدها ممكن تعرف 12 في ميلانو بيقعدوا بال 15 وبال 12 20. لا بس احنا اتمنى، كنا شباب وكنا معروفين من بعض، فكنا بنقسم الحاجات علينا يعني. وفي واحد كنا ساكنين معاه، كان معاه عندنا 8 في قلب اوضه، وكان بياخد 150 جنيه برضه، فاهم؟ كان معاه عندنا 8 8 في اوضه. ايوه والله، يعني احنا اتمنى لما انا قدمت هنا، انا ما كانش معايا ورق ان انا اخد شقه، انا كان سهل ان انا اخد شقه وادفع عن تشو. فكنا جبنا شويه شباب، واحنا كنا سبعه، خدنا شقه ب 900 انت يورو. شايف ان هي حياه ان انا اكل مكرونات طول الوقت طب اقول لك على حاجه حلوه، اشتري بس مني، واسكن في 8 في اوضه وكده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا بتكلم عن ايه اللي جاب الشباب هنا، مش عشان يحسنوا مستواهم في مصر. قطعا قطعا جاي رساله، قطعا، بس مش لازم اعيش. ما انت عايش اهو بقى، طب ما انت بتاكل وبتشرب اهو، انت جاي هنا رساله زي نظام. انا بتكلم، انا بقول الكلام مش عليا يا جدعان، انا راجل متجوز واحد هنا، رساله. انت تمام، جاي مبعوت ان انت رساله، رساله انت جاي تحسن من دخل اهلك، يبقى انت تمشي بما يرضي الله عشان تحسن من دخل اهلك. هو انا عويل ولا حد عويل دلوقتي ان انا مثلا اروح اجيب لواحده توتا جوتشو